نجوم العمل يكشفون جزء من قصة العربجي 2، فشخصيات مسلسل العربجي رح تشهد تطورات كبيرة بجزءه الثاني، وبنفس الوقت رح تحافظ على ملامحها العامة، ومنهم شخصية درية يلي بتلعبها القديرة نادين خوري. رح نشوف درية قاسية شريرة مثل ما شفناها بالجزء الماضي، يمكن تكون شريرة أكثر بهذا الجزء، ورح يكون في خطوط كتير متشعبة، ورح نشوف كتير مفاجآت. يعني الحقيقة فعلا عم نقول نحن مفاجآت، فعلا في شيء مدهش للمشاهد بالجزء الثاني غني. واحدة من هالمفاجآت تغيرات الكبيرة يلي بتصير بعائلة درية، وتحديداً على صعيد علاقتها ببنت زمرد. هلأ هاي السنة زمرد حتشوفوها متمردة. الجزء الأول ما شفنا هيدا الشيء، الجزء الأول كانت أقل هيك تمرد، وما كان عندها هيدا التمرد، كان عندها المشكلة، مشكلة البهاق كانت هاي المشكلة الكبيرة. هون في مشاكل أكبر وفي هموم أكبر من البهاق بيطلع، وفي أحداث أكثر بتصير ضمن هاي العيلة، وبصير مشاكل بالعيلة غير الجزء الأول، وبتتقرب بتصير من أخوها أكتر، لأنه الأم كتير بتكون قاسية يعني بتخلي يعني يتضامن ولادها عليها. لكن هالتضامن بينهم رح تكون نتائجه على حسن يلي بجسد دوره فارس ياغي إيجابية من جهة وسلبية من جهة تانية. بيصير في تحول بشخصية حسن من الابن المدلل لخلينا نقول الأسيستنت مرض لحتى صار مع جماعة عبده. هذا الشيء اللي رح نشوف انعكاساته على شخصية حسن بالجزء الثاني، نشوف هذه الانعطافة شو رح تكون إيجابية ولا سلبية على حسن بمجموعة صراعات طويلة بين الأم مع العم مع الأخ مع عبده، بنفس الوقت صراعاته مع حسنية، كلها رح نشوف هاي التقلبات اللي تعطي لمسة جديدة للشخصية. بالإضافة لشخصيات الجزء الأول، شخصيات جديدة انضمت لأحداث الجزء الثاني، واحدة منهم شخصية الغوراني يلي عم يلعبها غزوان الصفدي. بيع مكانس فقير بس عنده حلم وطموح أنه يكبر بالشغل بصير اسم مهم. بالنسبة لي هذا دور جديد، أنا أول مرة بعمل هيك كاركتر، يعني في شيء جديد لي إن شاء الله. طبعاً صناع العمل عندهم تفاؤل كبير إنه يحقق الجزء الثاني نتائج إيجابية بتضاهي نجاح الجزء الأول. اشتغلنا على هذا الموضوع، وأكيد أنا لما بيكون عندي شخصية فيها زخم بالأحداث أكيد هذا الشيء بيمنحني أنا الدافع لحتى يكون في شيء يعني مهم على صعيد تجسيد مادة أعلى. هلا إذا بقول لك بتقولي لي عم أوفر، أنا برأيي الجزء الثاني بده يحقق نجاح أكثر بكثير من الجزء الأول، كثير مشوق، كثير فيه شيء أحداث، بيبدأ دغري بقوة من الحلقة الأولى، فكثير بيختلف عن الأول وبده ينحب أكثر من الأول إن شاء الله. في شيء مدهش للمشاهد بالجزء الثاني غني، يعني الجزء الثاني رح يكون غني بالأحداث. طرق المفاجآت بالجزء الثاني من العربجي، حسن اللي حبيتوه بالجزء الأول رح يكون في حسن جديد، إن شاء الله تحبوه كل الحب. وقت قريت النص يعني فوق نسبة 90% تأكدت إنه الجزء الثاني رح ينجح. طروني بشخصية زمرد مسلسل العربجي الجزء الثاني.